مرة أخرى. دونك الحمد لله يعني البرنامج راه اختتام اليوم لبرنامج ايزو 22000 تحت نظام الحاسب هو الاشهر سي سي بي. الدور كانت حسنة وجيدة ونختم الفرصة لنشكر جزيل الشكر مديرة التكوين المهني وعلى رأسهم السيدة المديرة، كذلك سيد مدير المركز. يعني كانت الظروف جد حسنة ومهيئة من خاصة في التطبيق وفي الدراسة. نشكر كذلك الدعم التقني والبيداغوجي، ونشكر أيضا مسيري فندق أوتيل سلام، يعني عطاونا فرصة باش نديروا دراسة ميدانية. وبدون ما ننسى أصلا الأستاذة والدكتورة ساهل كريمة هي اللي كانت، والأستاذة أيضا سيدة سمادي صبرينا اللي كانوا يعني على دراية بالبرنامج اللي قدمناه في الأشهر السيزي. شكرا.